أعلنت وزارة الصحة اليوم تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس كورونا المستجد COVID-19، يصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن 3 إصابات الجديدة كانت من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وقالت إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد COVID-19. ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.